طيب اهلا بسام، بدي اسالك انت برايك شو اهميه التبادل الخبرات الدولي بين القوات التقدميه سواء على مستوى عربي سواء على مستوى دولي؟ اعتقد هذا امر مهم جدا، لانه هناك تغيرات على مستوى العالم ككل، واصبح العالم قرية مترابطة، وبالتالي أي تجارب في هذا البلد أو ذاك تفيد إجمالي القوى، خصوصا القوى التقدمية واليسارية التي تعيد بناء وتجديد الفكر اليساري على ضوء تجاربها المحلية، وبالتالي هذا التضامن أو التبادل في الخبرة والتفاعل المشترك يثري الخبرة المحلية والخبرة الدولية ويعزز قوة التحرر والقوى المعادية للإمبريالية في أن تؤثر بشكل أفضل في سياساتها المحلية والدولية. مؤسسة روزا لوكسمبورغ هي مؤسسة ألمانية يسارية، برأيك شو الدور اللي المؤسسة ممكن تلعبه هون بالمنطقة شمال إفريقيا أو بالعالم العربي بشكل عام؟ أنا برأيي كل ما لعبت دور في فتح مجال تبادل الخبرات والمعارف والعلاقات بين قوى اليسار سواء في العالم العربي أو في أوروبا أو في بلدان العالم المختلفة، كل ما كان هذا تميز مهم، لأنه لا يوجد الآن أصلاً مراكز لليسار ولا يجب أن يوجد بهذا المعنى، وبالتالي يصبح دور المؤسسات التي تسهل تفاعل وتبادل خبرات اليسار هو دور مركزي ومهم، ويمكن أن تؤثر روزا بشكل أساسي. هلأ إذا بنعطيك فرصة تعبر عن مطالبك تجاه الأحزاب الأوروبية اليسارية، شو مطالبك تجاه كل الأحزاب؟ فيما يخصنا احنا كفلسطينيين نحتاج لدور متزايد لقوى اليسار باتجاه الضغط على اسرائيل عبر برامج لضغوط دولية خصوصا في اوروبا بما فيها في مقاطعة اسرائيل وغيره، كي تلزم حكومة اسرائيل بحل يقوم على قبول دولة فلسطينية وبالتالي حل الدولتين. شكرا مسام. هذا هو بعد سرعة فاهم ليش أنا حكيت.